سلام منا عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية. البداية نستهلها بأبرز العناوين. مستشفى الشحر العام يستقبل 32 حالة مصابة بحمى الضنك، ودعوات للجهات المختصة بتكثيف جهودها لمكافحة الحميات. الحملة الشعبية لإغاثة منكوبي كارثة السيول تسير مساعداتها الإغاثية والإيوائية للأسر أشد ضررا في مديرية حجر. انتقال غيل بوزير يواصل تنفيذ حملتي شفط مياه الأمطار ورش مادة الجي بمناطق المديرية.